كل الكومنتس الفتره اللي فاتت يا حكيم هات موبايلات فئه اقتصاديه. اه النهارده احنا معانا البوكو سي 65 ارخص موبايل شفته في حياتي من شاومي. لازم تبقى عارف ان الموبايل ده فعلا مفيش موبايل تاني ارخص منه، يعني ده ارخص حاجه، ما يعتبرش فئه اقتصاديه، ده فئه اقل من الاقتصاديه كمان. المهم لايكك الجميل، ويلا بينا نفتح العلبه ونشوف الموبايل مع بعض. اوكي هو ده الموبايل، خلينا نطلعه كده. ومعانا في العلبه هنا دي راس شاحن 18 واط وده كابل الشحن. وعايز اقول ان الموبايل ده ولاول مره من شاومي مفيش اصلا جراب للموبايل، دي حاجه تعتبر نادره طبعا من شاومي، ولكن عشان الموبايل فعلا رخيص قوي فهم عايزين يوفروا في كل حاجه. خلينا نفتح الموبايل كده ونشوفه مع بعض. احلى حاجه بقى هي شياكه الموبايل وحلاوه الديزاين بتاعه. ده يمشي معاك موبايل فئه اقتصاديه؟ يعني انا عايز اقول لك ده الموبايل فئه متوسطه عادي. الديزاين ده كده والخامات اللي انا شايفها دي، طبعا هو من البلاستيك تماما، ولكن بلاستيك نظيف قوي، حاجه ما بتبصمش، بلاستيك ملمسه حلو في ايدك. جزء هنا تاني له ملمس مختلف كده، يعني ازاز ناعم مثلا او حاجه، ولكن هو مش ازاز طبعا، يعني هو بلاستيك ولكن ملمسه تحفه الصراحه. ومكتوب لك هنا 50 ميجا بيكسل، دي حاجه بجد ما بنشوفهاش بسهوله اصلا في الفئه دي. اللون ده من الموبايل جامد جدا، متدرج كده من الاسود لحد مثلا ايه، عارف انت اللون ده اللي هو يعني منت جرين مثلا، حاجه كده يعني اللي هو لبني مخضر سنه، انت فاهم؟ مش عارف بقى بصراحه بتسموه ايه، يعني اللي هو اللون السيان ده اللي اسمه مش عارف. المهم يعني جايب ماسكه الايفونز العريضه، خامات زي ما قلت لك هي من البلاستيك، ولكن حاجه بلاستيك نظيف مش بلاستيك رخيص بقى بيبصم وشكله يبقى الموبايل وحش معاك. عندك هنا يو اس بي تايب سي عادي جدا، وعندك مدخل 3.5 مللي للسماعه، طبعا في الفئه دي ما بيتشالش. بجد مبسوط جدا من شكل الموبايل، الديزاين بتاعه، الخامات، الكلام ده كله. نتكلم بقى على شاشه الموبايل. طبعا ده موبايل فئه اقل من الاقتصادي كمان، فيعني لازم يكون في يو نوتش عندك هنا، عندك بيزل من تحت كبيره شويه، ولكن الشكل ده هو ده الشكل المتعارف عليه في الفئه الاقتصاديه تماما عادي. متقبل جدا الشاشه دي ومفيش فيها اي مشكله الصراحه. الشاشه هنا هي اي بي اس ال سي دي، شاشه بريفريش ريت 90 هرتز. اكيد مش هحط لك شاشه عامله صباح الفل بقى يعني، فاهم؟ الموبايل ماشي حالك كده، عشان هو انا هقول لك سعره والله في الاخر وما هتصدق، بس انت على الاقل عندك ريفريش ريت عالي في شاشه سموث كده زي ما انت شايف، مش هتعلق معاك بقى، الدنيا تبقى ماشيه معاك كويس. يعني مستحيل في سعر الموبايل ده اصلا تلاقي شاشه بريفريش ريت 90 هرتز، بس طبعا وانت بتستخدمه هتلاقي طبعا ايه سنه الدروب فريمز كده او جلتشات بسيطه كده بتحصل، وانت بقى بتتنقل ما بين ابلكيشن للتاني، الكلام العادي خالص الطبيعي في الفئه دي. فتح الابلكيشنز وقفله، بص الدنيا كويسه طبعا، ولكن زي ما قلت لك لو بتقارنه بقى بموبايلات الفئه المتوسطه او مش عارف هو اقل منهم بكتير، ده اكيد. بس فعلا انا راضي تماما عن شاشه الموبايل. الشاشه على فكره عايز اقول لك هي اي بي اس ال سي دي، ولكن الوانها حلوه جدا، يعني انت شايف الشاشه قدامك اصلا في الشاشه عامله ازاي، ممكن بس زوايا الرؤيه اللي مش احسن حاجه طبعا انها شاشه اي بي اس ال سي دي، ولكن وانت باصص لها كده الوان الشاشه حلوه، الاضاءه تمام، شغاله معاك، الدنيا تمام. ولازم تبقى عارف ان الشاشه دي هي 720 بي مش 1080، هي شاشه اتش دي مش فول اتش دي يا معلم، وبرده ده منطقي جدا بسعر الموبايل، انا ما عنديش فيها اي مشكله. حجم الشاشه هنا هو 6.74 من 100 انش، الحجم الكبير المناسب لان انت تمسكه بايدك وفي نفس الوقت يعرض لك محتوى كتير على الشاشه. طبعا بما ان الشاشه اي بي اس ال سي دي فالبصمه هنا جايه في زرار الباور، خلينا نجربها كده. البصمه الصاروخيه بتاعت شاومي اللي احنا واخدين عليها، بص كده بس بيفتح في نفس ذات اللحظه، يعني ولا بتعلق ولا اي حاجه. قلت لك قبل كده كتير البصمه دي والله فعلا بتبقى اسرع وادق من البصمات اللي تحت الشاشه لحد دلوقتي، فيعني البصمه عمليه هنا. وبما انه موبايل اقتصادي ففي مميزات الموبايلات الاقتصاديه ان انت ممكن تركب له هنا شريحتين اتصال، وممكن تركب له كارت ميموري كمان عادي جدا. الموبايل ده جايب بطاريه عظمه، بطاريه الموبايل هنا 5000 ملي امبير اور، بطاريه تكمل معاك اليوم مستريح، وممكن تخش معاك في اليوم الثاني عادي جدا، وده لانه موبايل اقتصادي مش بيستهلك في البطاريه حرفيا، ما فيهوش امكانيات اصلا تاهله ان هو يستهلك في البطاريه كتير، فاهم؟ فبطاريه ال 5000 دي فعلا تقعد معاك يوم يوم ونص عادي جدا. على شاحن 18 واط طبعا يشحن معاك في غيبوبه، يعني سيبه كده يخش في غيبوبه شويه يشحن معاك ونسافر 100%. انا بهزر اه، ولكن هو ده الطبيعي في السعر ده، ده من نوع الموبايلات اللي انت تيجي في اخر اليوم بقى وهو اصلا لسه في 20% ولا 30% عشان بطاريته كبيره، تقوم حاطه في الشاحن مثلا، تسيبه مثلا سكه ساعه ساعه ونص كمان ولا حاجه على ال 20% فيقرب معاك من 100%. بما انك بتتفرج على الفيديو ده لازم تبقى عارف ان ده اول ريفيو في الوطن العربي كله للبوكو سي 65، فمجهود زي ده يا معلم يستحق اللايك دلوقتي حالا، وسبسكرايب لو لسه ما عملتش سبسكرايب، وعايز تشوف فيديوهات من دي كتير، لان الفتره الجايه ما فيهاش رحمه، الفتره الجايه كلها فيديوهات جامده جدا، فتاكد انك مشترك في القناه واكتب لي كومنت تحت دلوقتي حالا برايك في الموبايل لحد دلوقتي. الموبايل ده جاي بمعالج هو الاقوى في سعره فعلا، لان اصلا في سعره مفيش موبايلات دلوقتي، هو الهيليو جي 85، معالج 12 نانو متر اوكتا كور، معالج ممتاز جدا في سعر الموبايل ده ونقطه، اللي هو ما فيش بقى ما تناقشنيش ما تقوليش بقى اصل يا حكيم ده معالج قديم، معالج قديم ايه يا صاحبي؟ الموبايل ده بجد سعره اقل من 100 دولار، انت فاهم؟ اقل، وهقول لك سعره بالظبط في اخر الفيديو، هقول لك ازاي تشتري كل حاجه، بس يعني فكره ان انت تتكلم اصلا على معالج في السعر ده لا انت كده بتهزر، فاهم؟ مع الكاميرا 50 ميجا بكسل لسه هنتكلم عنها، لا بجد دي مش تضحيه، ده بجد معالج كويس جدا في السعر ده. لازم برضو تقارن الموضوع بالنسبه لسعره. المعالج ده مقدي معاك عادي جدا كاستخدام يومي وبتاع. انا عايز اقول ان واجهه شاومي هنا طبعا في الموبايلات الاقتصاديه ما تبقاش احلى حاجه، يعني تحسها تقيله السنه على الموبايل، بتعمل معاك لاج بسيط كده اللي هو بجد فعلا مش هيضايقك خالص، ولا مثلا هتحس ان انت مش عارف تستخدم الموبايل اطلاقا، الموبايل عادي جدا عملي جدا معاك وبيفتح كل الابلكيشنز وبيشغل اي حاجه عندك. وخلينا نستغل الفرصه دي ونفتح ببجي دلوقتي حالا ونشوف كده اللعبة
بقى بتلعب على سيتنجز عامله ازاي. والجامد ان الموبايل ده متوفر منه نسخه 8256 جيجا بايت، في الفئه دي انت معاك اعلى مساحه ممكنه فعلا، ربع تيرا مع ال 8 جيجا بايت رامات، شغل معاك ابلكيشنز كتيره جدا في الباك جراوند. المهم على ما ببجي تفتح، خلينا نجرب المشروب الجديد ده. جبت مشروب طاقه كده كبير، يعني ايه بديل بقى الحاجات اللي هي اللي احنا مقطعينها دي. اما نشوف يعني عامل ازاي، وبنكهه الليمون، والمفروض ان هو بيدي طاقه المفروض ان شاء الله. يعني حاسس طعمه هيبقى دواء ابن لذينه يعني. لا اله الا الله، بس ولا مشروب طاقه ولا اي حاجه. اشتروش طبعا المشروب ده خالص. عارف لما تيجي تعمل تانج زمان كده وتقوم حاطط شويه من كيس، مش حاطط كيس كله، لا هو متخفف كمان، يعني طعم التانج ومتخفف، يعني حاجه استغفر الله العظيم ما تتشربش يعني الصراحه. انا قلت والله جربه طلع حلو هقول لكم عليه، طلع وحش هقول لك ما تشتروش، فتمام حصل خير ما تشتروش يا جماعه. المهم يا معلم، عايز اسمع صوت السماعات بتاعت الموبايل بقى. السعر ده ما تتوقعش صوت ستيريو اصلا، يعني صباح الفل، هو صوت مونو عادي احادي طالع من يمه واحده اللي هي هنا دي، تكتمه ينتهي بس عادي يعني. المهم صوته حلو اللي هو العادي اللي انت محتاجه في السعر ده. الموبايل هنا بيلعب على اتش دي وفريم ريت هاي او سموز وفريم ريت الترا، والله دي سيتنجز ما بيلعبش عليها ساعات موبايلات اغلى من سعره. المهم خلينا نوطي الصوت عشان الصوت هنا عالي على فكره. نلعب بقى على سموز والترا عشان بحب الفريمات العاليه، ونجرب كده ببجي هتعمل ايه معايا. عايز تديله فرصه ثانيه والله بس مش قادر. فرصه ثانيه والله، بس هو ريحته ليمون عادي، بس تانج والله بجد، يعني تانج مش مشروب طاقه خالص. لا لا ده مش مشروب يتشرب يا شباب والله خالص خالص. لا لا انا هشعر بالندم يا شباب والله. المهم يا معلم، دخلنا جيم تي دي ام سريع كده اهو، تعالى بقى نجرب ندرعم كده بالموبايل ده، يلا بينا يا معلم. انا في ايه يا معلم؟ بالراحه يا معلم. في ايه يا عم وماسك سلاحين وبتاع؟ ايه الافوره دي؟ داخلين نلعب بالحب يعني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، العيال متعصبه قوي. ادي اول واحد جبنا كلايه ومطنا عادي ما فيهاش مشكله. اللي بعده تعالى، ده احنا هندرعم. خد تعال، تجري ليه؟ تهرب من ارض المعركه ليه؟ قتلت واحد والتاني قتلني عادي. على فكره الموبايل اداؤه لذيذ، الاداء اللي في السعر ده والله ما في احلى من كده، يعني بكلمك بجد والله. واللعبه يعني مش بتلاج للدرجه او بتاع، طبعا الفريمات اقل من الطبيعي اللي احنا بنلعب عليه اللي هو في الفئه المتوسطه وكده، ولكن في فئه الموبايل ده هو احسن حاجه ممكن تجيبها للالعاب، انا بكلمك بجد. واحد جدي من ظهري، ماشي يا عم متشكرين. حجم شاشه الموبايل كمان جامد جدا، مساعد في اللعب، عارف تلعب الدنيا تمام يعني. انا عايز اجيب كلايه، عايز اجيب كلايه كمان. ادي الكل اللي انا مستنيها وشكرا، انا كده خلاص اعتزلت اللعب. المهم اداء الموبايل زي ما انت شفت يا معلم، اداء الفئه الاقتصاديه الطبيعي اللي هو بجد مفيش احسن من كده اصلا هتلاقيه. اتكلم بقى عن واحده من احلى الكاميرات اللي ممكن تمسكها في الفئه الاقتصاديه فعلا، وانا انبهرت من كواليتي الصور اللي طالعه من الكاميرا دي، والله فعلا ما طبيعي. اهتمام الشركه بالكاميرات المره دي كانت رهيبه. عندك هنا الثلاث كاميرات في الظهر، الكاميرا الرئيسيه الوايد 50 ميجا بكسل، ودي حاجه يعني رقم مستحيل نسمعه في الاقتصاديه اصلا. غير الكاميرا 50 ميجا بكسل، انت عندك هنا كاميرا ماكرو، وعندك حاجه اسمها اوكسيلري لينز. الاوكسيلري لينز دي بقى معلم من الاخر بتساعد الكاميرا الماكرو في انها تزوم شويه، يعني قول ملهاش لازمه عادي يعني. هو الفكره ان هو عنده كاميرتين، كاميرا ماكرو وكاميرا وايد. والكاميرا الوايد هنا انا عايز اقول لك مقديه بكل حاجه، انا عايز اقول لك الصور بتطلع من هنا صور الوانها ممتازه، صور تفاصيل فيها كويسه جدا، طبعا كاميرا 50 ميجا بكسل. والاحلى من كده كمان البورتريه، خطير يعني في سعر الموبايل ده، انا والله مستحيل اخد البورتريه ده. دي صوره بورتريه طبيعيه تطلع من موبايل في السعر ده، مستحيل يا جدعان. بص بص الاطراف مقصوصه ازاي، مع ان في حته ورا لونها اصفر برده، بس هو ازاي واخد ده بس كده مقصوص بالملي انت فاهم؟ وبص الوان الصوره عامله ازاي لا لا لا، انا عاجبني الحيكي والميكي اللي في الصوره ده، خلي بالك يعني. بص الالوان يا جدعان، بجد والله مستحيل ده يكون موبايل في اقتصاديه بيطلع الصور دي، حاجه بجد مبهره يعني. الكاميرا الرئيسيه هنا مقديه جدا، كان في كاميرا اللي بتساعدها في العزل كمان. طبعا كل ما كنت في اضاءه اسوأ كل ما هتطلع معاك صور فيها نويز اكتر وهكذا، وده الطبيعي في الفئه الاقتصاديه، ولكن في ظروف الاضاءه القويه انها تطلع صور بالشكل ده ممتازه الصراحه. وعلى فكره الكاميرا الخلفيه هنا بتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانيه، والكاميرا الاماميه برده بتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانيه، وده الطبيعي في سعر الموبايل. ودي تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه للبوكو سي 65. بص الالوان بتاعت الفيديو عامله ازاي، هزوم كده فيه برده، بص بص شكل السما، الدنيا مش مفرقعه كده مثلا هنا او هنا انت فاهم، عارف يكنترول الاضاءه كويس. وده برده صوت الميكروفون بتاع الموبايل عشان نحكم عليه مع بعض. ودي تجربه تصوير فيديو بالكاميرا الاماميه للبوكو سي 65. زي ما انت شايف كده الوان الفيديو نفسها حلوه، شغالين عليها كويس، هم طبيعي بسعر الموبايل ده الريزوليوشن ده متقبل منه جدا يعني. بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي كاميرا 8 ميجا بكسل فتحه العدسه f2.0، وكاميرا سيلفي بتطلع صور ممتازه في الاضاءه القويه، صدقني في صور هتطلعها احسن من كده فئه السعر دي. الوان الصوره حلوه، السكين تونز تمام، الصور الى حد ما شارب، ولكن طبعا كل ما تقل الاضاءه اللي انت بتصور فيها كل ما الصور بتقل الكواليتي بتاعتها، بيبدا يظهر نويز، بيبدا كده تلاقي الدنيا سايحه على بعض شويه، ده الطبيعي في الفئه الاقتصاديه عموما يعني. ولكن دي واحده من احسن الكاميرات اللي ممكن تاخدها في سعر الموبايل. الموبايل ده جاي منه ثلاث الوان، لون اسود ولون ازرق اللي معانا النهارده، ولون ثالث البيربل اللي هو البنفسجي ده والارجواني. المهم ان هو لون بجد جامد جدا، واللون الازرق برده جامد جدا، فكك من اللون الاسود طبعا انت عارف انا ما بحبش الالوان السوداء. تعال تست البروكسيمتي سنسور هنا كده برده في الموبايل. البروكسيمتي سنسور هنا شغال، بس عايزك ان انت تقرب ودنك قوي منه انت فاهم، يعني ان هو حاجه فيرتشوال، فيعني ايه محتاج ان انت تبقى لازق حرفين ايدك فيه او ودنك وانت تتكلم فيه يعني. بص
بس مش بيعلق يعني زي ما انت شفت، بس هو محتاج ان انت تقرب منه جامد. بعد ما اتكلمنا عن كل مواصفاته ومميزاته وعيوب الموبايل ده، جاي اقول لك دلوقتي على سعره الخطير اللي انا بجد ما صدقتش لما سمعته ان شاومي تنزل الموبايل بالسعر ده. دي حاجه جامده. اول نسخه من الموبايل ده هي ال 628 وسعرها 89 دولار. بس 89 دولار، 89 دولار يعني انت بتتكلم في 324 درهم، واللي هم بالمصري 3500 جنيه، 3000 جنيه، حاجه في الرينج ده يعني. فبجد ان الموبايل يبقى سعره كده دي حاجه ممتازه. ده اول نسخه منه ل 628، مش حتى 64 مثلا، فاهم؟ اما النسخه الثانيه ل 8256 فسعرها 99 دولار. يعني الموبايل ده فعليا النسختين بتوعه اقل من ال 100 دولار يا معلم. صدقني مفيش موبايل جديد السنه دي سعره كده وبالامكانيات دي، مستحيل. ازاي بقى تشتري موبايل بالسعر ده؟ كل عليك انك تدخل على اللينك الموجود تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا من على علي اكسبريس. تاجر ده اللي انا جايب منه الموبايل اصلا ووصلني عادي جدا وسليم قدامكم زي ما انتم شايفين. المهم انك هتلاقي الموبايل اغلى من السعر ده، وعشان تعمل عليه الخصم وينزل للسعر اللي انا لسه قايله هتكتب كود خصم 11 OT 11 والاو تي كابيتال ولازقين في بعض كله. كود الخصم ده هيعمل لك الخصم وانت بتشتري، ويصبح الموبايل سعره معاك 89 دولار اول نسخه، واللي هي بالمناسبه مش هتلاقي سعر احسن من كده فعلا دلوقتي. عايز اقول لك ان هم عاملين جيف اويز لاول 200 واحد هيشتري الموبايل ده. 200 واحد حرفيا هياخدوا ايه بقى معلم؟ 10 موبايلات تمام، اللي هو من السي 65 ده، يعني هتاخد موبايل وموبايل عليه هديه، او انك تاخد البادز 3 لايت بتاعت شاومي، او انك تاخد ريدمي باند 2. اول 200 واحد هيشتروا الموبايل ده هياخد جايزه من الثلاث جوائز دول. فيعني انت برده دي فرصه ليك انك تشارك، يعني هيجي لك مع الموبايل، يعني انت بتطلب الموبايل كده هيجي لك جايزه مع لو انت من اول 200. خلي بالك الموبايل لسه نازل، فانت ممكن فعلا لو طلبته دلوقتي تبقى من اول 200 وتاخد هديه من دول، ساعتها الموبايل هيبقى واقف عليك بالرخيص جدا. انا بقى شايف ايه الموبايل ده مين يشتريه؟ البوكو سي 65 يا معلم جاي لواحد مش منزل بقى فيديوهات على السوشيال ميديا وصور ومش عارف ايه والكلام ده، وعايز موبايل يصور بيبي رولز وبتاع. ده موبايل اللي هو يؤدي لك الاحتياجات الاساسيه بتاعتك، عايز تفتح سوشيال ميديا وبتاع شغال معاك كل الابلكيشن، عايز تلعب ببجي او حاجه ابنك الصغير بيلعب او كده مش هيفرق معاه برده التهنيجات او اللاجات البسيطه دي، انت فاهم؟ انت نفسك لو عايز توفر وكده وبجد موبايل ارخص ما يكون يعني، وفي نفس الوقت يكون موبايل جديد مش جاي موبايل مستعمل قلقان منه او كده، البوكو سي 65 هو اوفر حل دلوقتي واعلى امكانيات بالسعر ده. ده رايي في البوكو سي 65، مستني اعرف رايك انت تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، قول لو في موبايل تاني احسن منه شايفين تكتب تحت في الكومنتس، ولكن مفيش موبايل تاني اصلا بالسعر ده موجود دلوقتي. وبس كده يا جماعه، تسيبوا لايك شير سبسكرايب كبير، ولكن على اخر فيديو جديد. Peace.